حماس to take the deal. علينا أن نتأكد بأن حماس تقبل بهذا الاتفاق، وحماس يجب أن لا تطلب أي شيء في نهاية المطاف، فأن الاتفاقية أو المقترحة هي النسخة عن ما اقترحته حماس. وكما قلنا سابقا، نحن هنا نعترف بضرورة وفورية الاتخاذ الإجراءات للعمل الإنساني في غزة، ونحن مستعدون ومستمرون في ذلك. أولا يجب أن نقوم بطبعا إعطاء المزيد من المساعدة، وسمعنا ذلك من زملائنا. طبعا ثلث طبعا المساعدات والدعم والدعم الذي تستقبله الأمم المتحدة يأتي من الولايات المتحدة طبعا، وهناك دول كثيرة لديها القدرات لأن تقدم المزيد وأن تقدم طبعا شيئا معينا. حان الوقت للجميع هنا لأن يتخذ هذه الإجراءات، ولتلك الدول التي قدمت فقدموا المزيد، الولايات المتحدة ولعقود هي أكبر الداعمين للفلسطينيين. اليوم أنا أعلن 404 مليون دولار مزيد من هذا الدعم، بالإضافة إلى أكثر من 1.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي والتمكين في فلسطين. ثانيا، لنعمل مع بعضنا البعض لنتأكد من إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، ومجرد أن تصل إلى غزة أن تصل إلى الشعب وإلى المواطنين، سواء كانت بحرا أو جوا أو عبر الأراضي. هذه مسؤولية بالنسبة لنا جميعا، أن نتخذ الخطوات لتأمين وتذليل العقبات حول وصول المساعدات، ولكن علينا بذل المزيد. وكما قلنا للحكومة الإسرائيلية، الآن من الضروري جدا أن يتم الانسحاب وأن يكون هناك حلا واضحا وتحديد أيضا لهذه المساعدات، وأن نضمن سلامة العاملين في هذه القطاعات، وأن يكون هناك أيضا اتصال وتنسيق أكثر فاعلية، وأيضا تذليل العقبات من خلال توفير الغذاء والدواء، وأيضا لإعادة إعمار محطات المياه. وأيضا على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتخفيض العدد القتلى من المدنيين، وأيضا وأن تحمي المدارس والمستشفيات وهذه المنشآت الإنسانية وهذه المنشآت التي يستخدمها العدو في الاختباء واستخدامها كدروع. أعتقد بأننا نعرف جميعا بأنه لا يوجد هناك وقت لأن نقوم بتضييعه، وأن هناك العشرات ومئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون بشكل يومي. الآن طفل عمره 10 سنوات يفقد جميع أعضائه، قتلوا من خلال قصف جوي كان يستهدف الإرهابيين، وقال: عندما أمي وأبي كانوا أحياء كنت أنام، الآن لا يمكنني النوم. هناك مصطلح أصبح ويستخدم للأطفال في غزة، WC و UNSF، الطفل المصاب والطفل المنكوب ليس لديه أسرة. فادي كان لديه إخوة أيضا، وكان لديه مرض ولم يستطع أهله توفير الغذاء والدواء. والشهر الماضي نزحوا من غزة، وطبعا تم تشخيصه بأن بدون الغذاء المناسب والدواء المناسب سيفقد التحكم بقدميه. دنيا أيضا عمرها 11 عاما وفقدت والديها عندما تم قصف منزلها، وقالت هذه العبارة، وهنا أقتبس: أنا فقدت ساقي، فقدت أسرتي، ولكن ما زلت أحمل الكثير من الأحلام. لدي قدم واحدة أستطيع أن أقف عليها، أريد أن أسافر وأجول العالم وأن أصبح طبيبة وأن أعلم أطفالي كيف يعيشون. هؤلاء الأطفال الثلاثة جميعهم وجميع المدنيين الفلسطينيين، نحن نعرف بأنهم ليسوا أرقاما وليسوا استراتيجيات،
هم بشر، هم أطفال، النساء، جميعهم يريدون نفس الشيء، ما نريده لنا ولأحبابنا، ومثل الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل، ومثل المختطفين الذين تم اختطافهم إلى غزة. لذلك جميعنا علينا القيام بدورنا، لأن أتأكد بأن هؤلاء الأشخاص لا نوفر فقط ما يحتاجونه للبقاء، ولكن أيضا أن نوفر لهم بيئة آمنة وسلاما. وعلينا أن نلتزم إلى شيء آخر، وأن نلتزم مع بعضنا البعض هنا، أن نحاول بأن نزيل هذه السموم التي تمنعنا من رؤية الحالة الإنسانية. وعندما يحدث ذلك وتغسل القلوب بمعنى آخر، فأن كل الأطراف هنا سوف يكون هناك حلا، والصعاب سوف تذلل، وسنصل إلى نتيجة. ولكن نستطيع أن نرى الإنسانية في كل شخص، وأن نلتزم للقيام به قدر المستطاع لأجل أن نتشبث بهذه الإنسانية، لنتمنى مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن نعمل لبناء ذلك معا، نستطيع القيام بذلك في المستقبل القريب، ونحاول أن نرفع من مستوى الجهود والدعم الذي نقدمه. شكرا جزيلا.